بسم الله الرحمن الرحيم. خوش كبرايم خوش تفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جارة قديد يا الخلاكة قديد برنامج و برنامج جوان خواندنا قرآن دعاش قديد كين اف خلاكة جي ببجي هندك وخد تعالى بما بخير بن بسات وهر بشك دارة كيبت إن شاء الله خد تعالى بكت ميزان حسنات تويدا وخد تعالى إخلاص برسق مهمية بكت. خوش كبرايم رزدار هكير بقوي ام بیژن بوچی ام قرآن تخوینی بوچی یا پیدوی ام گرنگی پیبدین جاره گلک برسه بید بوهین بس برسه با یعنی یا باشتر ام بیژن اوه چنکی کلام خودیه هر حرف اکایب ده خیرانه چه پرتو که دی چه کتبی دی حسانی نه تو حتی فرمودت پیغمبری صلی اللہ خود سر من حدیثی تویجی تو بخوینه نینه هر حرف اکیب ده خیران یعنی چه تش چه خیرنا گهن برکت قرآنه کتاب انزلناه الیک مبارکن یعنی برکت مبارک کلمه که نکیره برکتت همی بیاوادت همی جانبادت و هر ادخلال قرآن دا ام خدای ناصد کن ام توحید اتزانین توحید مروید پارزد عقیدت فاسد هر برکا قرآن ام عبادت اتزانین عبادت مروید پارزد گناها هر برکا قرآن ام اخلاقی اتزانین اخلاقی تازه ی جوان ی درس کش که وی خلد چی ام پارزد اخلاقی خلد و جا وقتی قرآن تخوینیم بلام وی جوی بچین تیدا ام وکی نساخه کچه و تو بجای چم دف دکتوره کی او تا باریا پی دکتوری های دی علاج درست دی چاره سیاری درست دتا و جا وقتی تو چه دفی دکتوری تو یه چو یکو نساخه او دی ایشا خوا آن درد خوا آن دی کچه تا های دی بو بجی او دی چاره سیاری دتا این وقتی هم تیم قرآن تخوینیم بلا بوی شعوره و بوی هستی هم بچین دی قرآن وکین دی علاج ایشامه قرآن دهبتو دی وکی بیجن چهار سریه ددمه بله بینیر ترس دارش بر ام گلاج آج بیجن پشک دارد من الحمدلله گلکن افصال گلکن و هر خلکه شش هفت حتی هشتا جیتین جبر وقتی ما برطانگ اکسر دی برف پشک دارد خواهد وی خلکی بچین دی بیجن پشک دار ایکی بلا پریز و کرم بکت بله اکر بر هفت کرم که وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير والصلاة على النبي. تجيال بخيراتي؟ أنا بخيراتي. خيران دار بسيدة. كويك خب دان ياسين جارب بما وبو بينارا. سالار ياسين صادق سيدة. بلى سالار ياسين صادق. دي صفحة شان تخويني كويك ياس سالار. سيدة 306 سيدة. 306 صفحة مرة. 306 بلى سيدة. بله آیتا آیتا 12 سیدا حتی 21 اگه خود عصد بله کرم که یا الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال رب ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. صدق الله العظيم. سعادة أخوش خذ تعالى خذ كذا مسجد كوك سالار بوه كذا الدنيا تو شوي مرحلة دي سيدي بينيا إيك أو كلمة تاد ما هيك توان صبية تقية حية قالك إيش حد دريش تلنا كأو إخفاء أجي ش حدی وام دریشتر ندیه و تیبینیک یادی سیدا تا دنگی های تجویدات اجی گلای باشه بس دمینه توری چی تا بس ثقت بخواهد تمام یعنی تشیاب برده یعنی تا دنگی های و دنگی تا گلای مساعدا و باشه تا باوری بخواهد باوری یعنی بیش از کس می واقعی می جان نخوید و انشاءالله جرابی دی سرکفتی بی جای کرد تو درباز بی انشاءالله جزاک الله خیر تو هر درباز بیه دف خودی بس فر ما برنامه ما واسه نه جزاک هدی هر کی دی کمتر خالاتی ها که آن نشاز دیا تمام جزاک الله خیر انجام خیرات انجام خیرات بله سلام بله اگر بچه دور بودی حاضر بود ولی پریز بکن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب خيرات براي عزيز. يلا خير.
خالد ياسين بوما شيفون محمود حسين حسن حسين حسين سيدا شيفون دي بوما كيش كخوني ان شاء الله صاد وهشتي وبين بلى مش ده سبيه لا صورة قصص عفوا سيدة دلي خاصة صاد ونوت بين سيدة هشتي وسيدة صاد ونوت بين بلى خويا ده هشتي وسي تمام جونا كلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا فلا تكونن
ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. ما شاء الله سيدي الشيخ انت جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. طالما مش اجري خيرا ببهناك سيدي الشيخ. بس تاخذ. خيرا سيدي. قال قال بخيرا سيدي. اگر باش دور بیا گیدی کرم بکتن سلام علیکم السلام علیکم السلام و رحمت الله گلب خیره دیگه دست امید نزار صالح امید نزار صالح دفر 409 تونه اش دست بگیر دست بگیر صافات است. دل. بله بله بله. صافات صافات 119. بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا
إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين وجزاك الله خير تجوید لو بگلک دست خواهش می گلک خواهد تیر بره برف بشکدار اگه دیوه بلا پریزه کنید سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خیر آده برا خیر انداری باشم راضی بیت خواب دن یاسین عمر نجم الدبر شيخان بله عمر نجم تقيله قال خيرات خير انت شكرا رزيت زيد صفحه كم خوينه 365 كرم ايته تبارك الذي بله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وَ
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. کاکی عمره که نشبرین مهم برنامه یک وقت کرده ام دا چگیر گلت آخوین و دانستاندن آکینو بسر دنگ یعنی چند مروف اگر بگوی تو تره حل پیشی هم روی بگی حتی ساعت دوازه جی تو دریش بگی هم ابو من خوشه فیترات انسانی حج دنگ خوش دید اما اگر من جاردی جی گوتی پیغمبری صلوات خود سبن بود چی نگوی تا عمری بانده بود چی نگوی تا ابو بکری بانده بود چی مانه معنای هر کس اگر جای خواهی مناسب دار اینجا فعلا لازمه بگاهی تو جایی که خواهی نیم از گفت اگر هر دکی سید جب عمر بخطاب شیخان از مؤذنم ماشاء الله باش من بحثی ویش کرد امام عمر اما اگر جمع بخطاب باشا جزاك الله خير اسم روزي بيسي جلنا بخيرات ابرا جبال برطانقية دامية اقوام دابتا كي قلتا هش اخرين بلي بلي اگر باش دار بويلي بحثي كمان وعليكم السلام ورحمة الله. سيدات الخير. خب دان ياسين. كوفان أحمد خالد. كوفان أحمد خالد. بلى. دي. تشلوسين. تشلوسين. بلى. بلى. آياتها. آياتها مش إبراهيم عليه السلام. ألم ترى. بلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم
قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وفيك بارك الله وجزاك الله زيد أجي بوشا سركفتي بي إن شاء الله جل بخيراتي جل بخيراتي سيدو يكوبون بلي باش دور بيك دي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقال بخيراتي أهلا وسهلا دي الصفحة شا بيصات ومستوسي بس خد داني ياسين جي أحمد محمد قاسم أحمد محمد قاسم الصفحة بيصات ومستوسي بلا بلا كرام سورة الطور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم
كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم أخوان رأت أباشا تجويد عندك كما سيت هين إخفاء وانا دقتك سيدة بس ملاحظك سيدة يوم تمور السماء ومورا مانا مورا أبا بيجن حروف مد للهواء تنتهي هناك خلاتي تكن راسي همزي بيباكن مورا أن وتسير الجبال سيرا هني بتشك دانجي همزي اختصار يعرف مدوية درس نادد هم بخوات حقيقة هم دو حركة سيدة مورا مورا بتشك دانجي همزي مورا أفهمها همزة شوك حرفت مادة حرفت مادة بدماغي كتير دانجي بتشتا جزاك الله خير يلا بخير دمائك بجدار بي في خلقي بلا كرم كت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خير هذا هلا وسهلا 450 باش ما شعد الله عمو محمود سعد الله عمو محمود سيدا ما شاء الله برنامه مال همي عمره الداخل بي بلا عراجك راستي تشتاقي باشا شار صادو بنجي وإن إلياسا بلا كم آية إلياسا كرمك سيدا سعد الله محمود ما تمام آية صادو بيستو سي صادو بيستو سي بلا بخلنا برستا كرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين
وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين صدق وفيك الله العظيم خذ خيرات ابو زكي اهلا وسهلا قالك جوبي قالك جزاك الله خيرا بلا اجبر نبينا دميه ما برنامج دمايك تمام دي اكسر دمايك يعني السلام عليكم بنار رزدار ديفيد كنوا خير مفاجئ في خلاكي ورجتبت ودا خوزه تركفتني ابو حميد بشك دارا اتخازين حتى خلاكابيت بمن بنشوف دي ياخذها والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.